بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، أي ووجوب صلاة الجماعة. فهذا الباب يتكون من شيئين: الشيء الأول فضل صلاة الجماعة، الشيء الثاني وجوبها. لا شك أن دين الإسلام دين الاجتماع. الإسلام دين الاجتماع ووحدة الكلمة والائتلاف وعدم التفرق في جميع الأمور، ولكن في العبادات الاجتماع في أداء العبادات هذا تمرين وتربية على الاجتماع في غيرها. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولذلك شرع الله جل وعلا للمسلمين اجتماعات يومية وأسبوعية وسنوية في العبادات. الاجتماعات اليومية: الاجتماع للصلوات الخمس في المساجد، الاجتماعات الأسبوعية: الاجتماع لصلاة الجمعة، وهو أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس. الاجتماع السنوي: الاجتماع لصلاة العيدين، اجتماع لصلاة العيدين، والاجتماع لأداء الحج. كل هذه اجتماعات ومواسم يجتمع فيها المسلمون ويلتقون على عبادة الله وعلى طاعة الله وفي بيوت الله وفي مشاعر الله، مما يدل على أن الإسلام دين الألفة والاجتماع. لأن الاجتماع فيه خير، صلاة الجماعة فيها خيرات كثيرة. أولاً أن فيها الفضل الذي سيأتي في الأحاديث. صلاة الجماعة فيها فضل عظيم كما يأتي، فالمسلم يحصل على هذا الفضل الذي لا يحصل عليه إذا صلى وحده. ثانياً أن صلاة الجماعة فيها حرز من الشيطان، فإن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي.
ولذلك شرع الله لنا الاجتماع لأداء الصلاة، لأن الشيطان لا يتسلط على الجماعة ولا يتسلط على المسلم وهو في جماعة، وإنما يتسلط عليه إذا انفرد وصار وحده وصلى وحده، مثل الشاة إذا انفردت عن الرعية وعن الراعي فإنها يتسلط عليها الذئاب. فالمسلم إذا حضر لصلاة الجماعة ابتعد عنه الشيطان، وكلما كثرت الجماعة كان أبعد للشيطان. ومن فوائد صلاة الجماعة التعارف بين المسلمين والتراحم، تفقد بعضهم لبعض، فإذا التقوا في بيت من بيوت الله وسلم بعضهم على بعض ورأى بعضهم بعضا حصل بينهم التعارف وحصل بينهم الألفة، وإذا غاب أحد منهم فقدوه وسألوا عنه، فإن كان كسلان نصحوه ووعظوه وأخذوا على يده وألزموه بصلاة الجماعة رحمة به وإحسانا إليه من أن يتسلط عليه الشيطان وتفوته هذه الفضائل. وكذلك في صلاة الجماعة من الفوائد تعلم العلم، فإن الجماعة يلتقون وفيهم العلماء وفيهم طلبة العلم وفيهم أهل العبادة والتقوى، فيتعلم بعضهم من بعض ويقتدي بعضهم ببعض. وإذا جهل إنسان من أمور صلاته شيئا فإنه يعرفه من صلاته مع الجماعة ويتعلم كيف يصلي وكيف، خلاف ما لو صلى وحده وقد يصلي صلاة غير صحيحة فيها خلل وهو لا يدري. إذا صلى مع الناس ورأى كيف يصلون وسمع المواعظ، سمع الذكر وسمع ما يلقى في المساجد من ذكر الله ومن المواعظ، استفاد فائدة عظيمة. وفيها كما ذكرنا تآلف القلوب، تآلف القلوب وزوال الأحقاد والإحن والشحنة، فإن المسلمين إذا اجتمعوا ورأى بعضهم بعضا وسلم بعضهم على بعض هذا إلى جانب هذا، فهذا مما يلقي الألفة بينهم وعدم النفرة. وإلا فإن الإنسان إذا انفرد توحش، صار عنده نفرة من الناس. أما إذا اعتاد يتردد على المسجد في اليوم والليلة 5 مرات فإن هذا يحصل به التآلف بين المسلمين. وزوال الجفوة فيما بينهم. ومن فوائد صلاة الجماعة أنها تزيل الفوارق بين طبقات المجتمع، الأغنياء والفقراء والأمراء والأفراد، كلهم أمام الله سواء يجتمعون ويصلون جميعا، هذا إلى جانب هذا، الفقير إلى جانب الغني والأمير إلى جانب الأفراد، لا ميزة لأحد على أحد إلا بالتقوى، بتقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يزيل أيضا صلاة الجماعة، تزيل الفوارق بين المسلمين واستعلى بعضهم على بعض، هذا من أعظم الحكم في صلاة الجماعة.
ولها فوائد عظيمة يعرفها من تأملها. فنبدأ بالفضيلة الأولى وهي فضل صلاة الجماعة وما فيها من الأجر. نعم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة، أي صلاة الرجل مع الجماعة، أفضل من صلاته وحده منفرداً 27 درجة. 27 درجة أي 27 صلاة. الصلاة الواحدة مع الجماعة أفضل من 27 صلاة منفردا. هذا فضل عظيم. إذا صليت مع الجماعة حصل لك أجر 27 صلاة. هذا فضل عظيم أنت بحاجة إليه. لو قال لك واحد: إن قعدت في بيتك أعطيك ريال، وإن جيت المحل كذا أعطيك 27 ريال، هل هناك عاقل، هل هناك عاقل يرضى بريال ويترك 27 ريال؟ وهو قريب، ما هو بعيد، ما بينك وبين المسجد إلا خطوات، قريب. فلو قال لك: إن قعدت ببيتك لك ريال، وإن جيت المحل كذا وكذا قريب ما بينك وبينه خطوات أعطيك 27 ريال، فما هناك عاقل يبي يرضى بريال ويترك 27 ريال وهو ما بينه وبينها إلا مسافة يسيرة. هذا في أمر الدنيا، في أمر الدنيا، فكيف بأمر الآخرة والدرجات في الآخرة، خطوات تمشيها وتصلي مع أخوانك وتحصل على أجر 27 صلاة. هذا فضل عظيم. وإذا صليت الصلوات الخمس في جماعة كل واحدة 27 صلاة، احسب إن كان معك آلة حاسبة وشوف كم تحصل عليه اليوم والليلة. هذا فيه فضل عظيم. يؤخذ من الحديث صحة صلاة المنفرد، يؤخذ منه صحة صلاة المنفرد من غير عذر، ولكنها قليلة الأجر بالنسبة لمن صلى في جماعة. وهذا مذهب الجمهور أن صلاة الفرد صحيحة لكن هي قليلة الثواب وقليلة الأجر. وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرط لا تصح، لو صلى وحده لا تصح صلاته وهو يقدر على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة شرط، لو صلى وحده من غير عذر ما صحت صلاته، لأن الله أمر بصلاة الجماعة، قال: واركعوا مع الراكعين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فقوله لا صلاة له ظاهره أنه لا تصح صلاته، فهي شرط. والجمهور يقول لا صلاة له يعني ليس له صلاة كاملة، وإلا فهي مجزئة، صلاته مجزئة لكنها ليست كاملة، فالنفي للكمال وليس نفيا للأصل. هذا مذهب الجمهور. وعلى كل القولين يدل على أن الذي يصلي وحده ويترك الجماعة أنه خاسر، أنه خاسر أجرا عظيما،
إما أنه لا تصح صلاته وهذا خطر، وإما أنه يفوته أجر عظيم وثواب جزيل في اليوم والليلة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم، هذا يدل على فضل صلاة الجماعة أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الفذ، صلاة في جماعة تضعف يعني تزاد على صلاة الفذ 27 درجة، اللي قبله 25 وهذه 27. والجمع بين الحديثين أن العدد لا مفهوم له، 25 لا يمنع أن يكون هناك أكثر منها وهو 27، فالحديثان لا يختلفان، يتفقان على أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد، لكن واحد قال 25 وواحد قال 27، ومفهوم العدد ضعيف عند الجمهور أنه لا يفيد الحصر، فلا تنافي بين الحديثين. الرسول أخبر أولاً ب25 ثم نزل عليه الوحي ب27 فأخبر عن ذلك، أخبر عن ذلك، ولا تنافي بين الحديثين. وقال بعضهم إن 27 هذه في صلاة العشاء وصلاة الفجر، 25 في بقية الصلوات، لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر وقت الراحة ووقت النوم، فأجرها أفضل، أجرهما أفضل من سائر الصلوات كما يأتي. وعلى كل حال لا تنافي بين الحديثين والحمد لله. ثم بين صلى الله عليه وسلم وفصل ما أجمله في الحديثين من كون صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد أو على صلاة الفرد، فصل ما أجمله، قال: ذلك أنه إذا تطهر في بيته فأحسن الوضوء، إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء، هذا يفيد أنه ينبغي للمسلم أنه يتوضأ من البيت عندما يريد الصلاة، ولا يخرج يقول بتوضأ من دورة المياه عند المسجد أو من مكان كذا، هذا جائز، ولكن الأفضل أنه يخرج من بيته متوضئا فيكون وضوءه في بيته كما في هذا الحديث. وقوله أحسن الوضوء يعني أتمه، هذا فيه الحث على إسباق الوضوء وإتمامه بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يصيبه الماء، بل يعمم الماء على أعضاء الوضوء، هذا هو إحسان الوضوء، إتمامه وإسباغه. فالذي لا يعمم الماء على أعضائه هذا لم يحسن الوضوء،
ولم يسبغ الوضوء، وبالتالي لا يصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء لمعة، رأى لمعة في قدمه لم يصبها الماء قدر الدرهم، فقال ارجع فأحسن وضوءك. هذا مما يؤكد على المسلم أنه يتقن الوضوء ويحسن الوضوء، ولا يتم له ذلك إلا إذا تعلم أحكام الوضوء. إذا تعلم أحكام الوضوء، تعلم كيف يتوضأ الوضوء الشرعي، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، هذا فيه أنه يخلص النية في خروجه للصلاة والعبادة، لا يخرج لشيء آخر. يقول أبمر فلان ثم أروح للمسجد، هذا جائز لا بأس، أبمر السوق وأروح للمسجد، أسنع الحاجة الفلانية ثم أروح للمسجد، هذا جائز، ولكن الأفضل أنه يخلص خروجه للمسجد ولا يقرن معه شيئا آخر، لا يخرجه إلا الصلاة. فإذا خرج من بيته متوضئا لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه تكتب له خطواته إلى المسجد، يمحى عنه بكل خطوة سيئة ويرفع له بها درجة، فضيلتان في الخطوة الواحدة، الخطوة الواحدة فيها فضيلتان، حصوله على حسنة وتكفير سيئة من سيئاته، وكلما كثرت خطاه وبعدت المسافة فهو أفضل. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قالوا آثارهم يعني ممشاهم إلى الصلاة وخطواتهم إلى الصلاة. ولما هم جماعة من الأنصار أن يقربوا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بيوتهم كانت بعيدة وكانوا يأتون إلى المسجد من بعيد، يقال لهم بنو سلمة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم، دياركم تكتب آثاركم، أي ابقوا في دياركم حتى يكثر لكم الأجر والخطوات، فكل ما كان الممشى أبعد كان الأجر أكثر. وفيه فضيلة المشي، كونه يمشي أحسن من كونه يركب، كونه يمشي ويخطو خطوات أفضل من كونه يركب، الركوب جائز ولكن المشي أفضل. فخطواته تكتب له، ثم إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة، هذا فيه فضيلة التبكير إلى المسجد، أنه يبكر من أجل أن يجلس فيه ينتظر الصلاة. إذا جلس ينتظر الصلاة فإنه يجتمع له فضائل، أولاً أنه يكون في صلاة، يعني له أجر المصلي وهو جالس، يكتب له أجر المصلي في جلوسه. ثانياً أن الملائكة الكرام يستغفرون له ويقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يدعون له الملائكة وهم مستجابوا الدعوة، ملائكة الرحمن مجابوا الدعوة، تستغفر له الملائكة وتدعو له، هذه فضيلة ثانية. فإذا صلى كتب له 27 صلاة،
هذه فضائل عظيمة، وكل صلاة يحصل له هذا، الصلوات الخمس كل صلاة تحصل له هذه الأجور. نعم، أعيد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. نعم، في بيته وفي سوقه 27 ضعفا. يعني مثلا لو صلى في دكانه أو في متجره فصلاته في المسجد أفضل، حتى ولو صلوا جماعة، لأن الحديث عام، سواء صلى منفردا أو صلى في جماعة، اجتمع ناس وصلوا في السوق أو صلوا في البيت، صلوا جماعة، لكن صلاتهم في المسجد أفضل من صلاتهم جماعة في غير المسجد. نعم. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. نعم. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. درجة عند الله عز وجل، درجات الآخرة لا يعلمها إلا الله. جاء في الحديث أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. والله جل وعلا يقول: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. وحط عنه بها خطيئة، عدد الخطوات 100 خطوة يغفر لك 100 سيئة، 1000 خطوة يغفر لك 1000 سيئة. هذا خير عظيم، وأنت عندك سيئات وعندك ذنوب بحاجة إلى أنك تعمل شيء يكفرها عنك، هذا ميسر لك، الله يسر لك هذا. نعم. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اي نعم، إذا جلس ينتظر الصلاة فإنه يحصل على أجور. أولا أنه يكون في صلاة ما انتظر الصلاة، ثانيا أن الملائكة تدعو له تستغفر له. نعم. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، وصلاة الملائكة الاستغفار، اللهم صل عليه أي اللهم اغفر له. نعم. اللهم اغفر له. نعم. اللهم ارحمه، 3 دعوات: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، من الملائكة الكرام. نعم. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم، هذه فوائد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، هذا الحديث في وجوب صلاة الجماعة، وقد سبق لكم أن الباب يتكون من شيئين: الشيء الأول فضل صلاة الجماعة، وهذا سبق في الحديثين السابقين. الشيء الثاني وجوب صلاة الجماعة، الدليل عليه هذا الحديث، يعني من أدلة وجوب صلاة الجماعة هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل
من النار الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. النفاق العملي هذا يحصل من بعض المسلمين، الأول ما يحصل من مسلم أبدا، أما النفاق العملي فقد يحصل من بعض المسلمين، وهو أن يعمل خصلة من خصال المنافقين. المنافقون خصالهم كلها سيئة، فإذا عمل المسلم واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وربما أنه يستحكم عليه النفاق فيصل إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. ومن ذلك ترك صلاة الجماعة، نفاق من صفات المنافقين، ترك صلاة الجماعة من صفات المنافقين، هذا يدل على وجوبها. إذا كان من تركها يكون منافقا فهذا دليل على وجوبها، لو كانت سنة ما صار من تركها منافقا. وفي الحديث أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة، قوله تعالى في وصف المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه من صفات المنافقين. وقال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، هذه صفة المنافقين. فمن تأخر عن صلاة الجماعة من غير عذر فقد تشبه بالمنافقين وصارت فيه خصلة من خصال النفاق. أما المؤمنون فلا يمكن يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا لعذر منعهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حاكيا صفة الصحابة مع صلاة الجماعة، قال رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه صفة المؤمنين مع الصلاة، ما يتخلفون عنها إلا لعذر، أما المنافقون يتخلفون عنها من غير عذر من أجل الكسل. وأكثر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله اليوم متصفون بهذه الصفة، تخلفون عن الصلاة وهم بجوار المسجد، سهل عليهم هذا، ولا يبالون بصلاة الجماعة، يجلسون في بيوتهم أو في مقاهيهم أو في تجمعاتهم أو على فرشهم ويسمعون الأذان ولا يتحركون ويداومون على هذا، هذه صفات المنافقين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات أي الخمس على المنافقين، هذا دليل على أن كل الصلوات ثقيلة عليهم، ولكن أشدها ثقلا صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا صار أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ لأمرين والله أعلم. الأمر الأول أن هاتين الصلاتين في ظلام الليل، ولا إذا تأخروا ما يراهم أحد ولا يفقدهم أحد، وهم يجون علشان الرياء فقط، في الليل ظلام ما هنا كهرب في ذلك الوقت،
واللي يتخلف ما يدرى عنه في الغالب، فهم يتخلفون لأنهم ما يراهم أحد. ثانيا أو الأمر الثاني من سبب تخلفهم أن هاتين الصلاتين في وقت الراحة ووقت النوم، وهم ليس فيهم إيمان يحركهم، فيقدمون الراحة على العبادة ويتأخرون عن هاتين الصلاتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم مهددا لهم بالعقوبة، هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة أيضا. دليل ثاني، دليل الأول أنه وصفهم بالنفاق، والذي يتخلف عن صلاة الجماعة منافق، هذا دليل على وجوبها. الدليل الثاني من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم، ولا تكون العقوبة إلا على ترك واجب، ما تكون العقوبة على ترك سنة. ولقد هممت، يعني نويت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أذهب برجال معي معهم حزم من حطب فأحرق بيوتهم عليهم بالنار. هذا فيه فوائد عظيمة. أولا فيه أن ولي الأمر يغير المنكر بيده، ولي الأمر ومن له سلطة يغير المنكر بيده. ثانيا فيه أنه يجوز تخلف الإمام لعذر، يجوز تخلفه لعذر عن صلاة الجماعة. ثالثا فيه أنه إذا تخلف الإمام فلا بد أن ينيب عنه، ما يترك الناس ينتظرونه، بل يجب عليه أن ينيب عنه من يصلي بالناس ولا يتركهم ينتظرونه. ثم آمر رجلا يؤم الناس. رابعا فيه مهاجمة المجرمين على غرة، فيه مشروعية مهاجمة المجرمين على غرة وهم على جريمتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يباغتهم على غرة وهم على جريمتهم وقت الصلاة، حتى ما يقولون مصلين، يجيهم وقت الصلاة حتى يسد عليهم العذر. خامسا فيه هدم أمكنة الفساد وأوكار الفساد، من الواجب هدمها، كمحلات بيع الخمور وأوكار الفساد، أن ولي الأمر يهدمها نكاية بأهلها. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، هذا الحديث هي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فكان ابنه بلال ابن عبد الله بن عمر كان حاضرا، فاعترض
فقال والله لنمنعهن. اعترض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من عبد الله من أبيه عبد الله أن أنكر عليه وغلظ عليه وسبه، ما هي من عادة ابن عمر يسب أحد، ولكن فعل هذا غيرة لله عز وجل وسب ابنه، ما قال هذا ابني أو أخذته العاطفة أو الأبوة وتركه، بل سبه سبا ما سبه مثله، وهذا من باب العقوبة، من باب العقوبة على فعله والتعزير، هذا من باب التعزير. التعزير قد يكون بالكلام، قد يكون التعزير بالضرب، قد يكون بأشياء، هذا من التعزير. فغضب عليه وسبه بالكلام وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول والله لنمنعهن. فالحديث هذا فيه فوائد. أولا فيه أن الجماعة إنما تجب على الرجال ولا تجب على النساء، الجماعة تجب على الرجال، فهي فرض عين على الرجال دون النساء، قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال. أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، ولكن إذا حضرت وصلت مع الجماعة أجزأها ذلك، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها، لا يجوز أن يمنعها من المسجد. فهذا فيه دليل على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج، هذا هو الأصل، أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت، لأن البيت هو مقرها وصيانتها وحفظها، لكن إذا استأذنت إلى المسجد استأذنت إلى خير، فيأذن لها ولا يحرمها، لا يحرمها من الأجر، إلا إذا لم تلتزم بالحشمة، خرجت متطيبة أو متزينة، فإن له منعها، يجب عليه أن يمنعها، لأن خروجها وهي متزينة ومتعطرة أو سافرة هذا منكر، فيجب عليه أن يمنعها من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. فإذا أحدثت المرأة، إذا أحدثت المرأة أمورا منكرة من السهور أو من التزين أو من الطيب أو من المغازلة ومع الرجال، فإنه يجب على وليها أن يمنع من المسجد. أما إذا التزمت بالآداب الشرعية فإنه لا يمنعها من، يكره له أن يمنعها من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن، حتى ولو مع الالتزام والحشمة بيوتهن خير لهن، دل على أن خروجه للمساجد ليس واجبا، وإنما هو مباح ولا مستحب، حتى ليس واجبا ولا مستحبا، وإنما هو مباح، مباح إباحة مع الالتزام بالآداب الشرعية. وين اللي يقولون الآن المرأة مهضومة والمرأة بين أربعة جدران
والمرأة والمرأة يريدون أنها تخرج إلى الشوارع وإلى الميادين وإلى المكاتب وإلى مخالطة الرجال، إذا كان هذا حالها مع المسجد فكيف بحالها مع غير المسجد؟ هذا دليل على أن الإسلام يحافظ على المرأة المسلمة ويصونها ويبعدها عن المخاطرة، لأنها عورة وفتنة. هذا فيه دليل على أن الإسلام يحفظ المرأة ويحفظ كرامتها حتى في مواطن العبادة، فكيف في مواطن البيع والشراء والوظائف والأشياء؟ هذه أشد خطرا. وفيه أن من اعترض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعزر، لأن بلال بن عبد الله بن عمر لما قال والله لنمنعهن أساء الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبوه نهره وزجره وسبه تعزيرا له. هذا فيه أن من استهان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعترض عليها أنه يعزر بما يردعه عن ذلك، لأن الواجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأدب معها وعدم الاعتراض عليها. نعم. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الإماء جمع أمة، وهي العبدة، يعني لأن المسلمة عبدة لله عز وجل، فهي من إماء الله، يعني من العباد، من عباد الله عز وجل. ولا تمنعوا، هذا نهي، ولكن هو لو أنه بقي كذا صار يدل على تحريم منعها، لكن في آخر الحديث قال وبيوتهن خير لهن، فدل على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة أو لخلاف الأولى. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. نعم، هذا الحديث في الرواتب التي مع الفرائض، في الرواتب التي مع الفرائض، فالصلاة الفريضة يكون معها نافلة قبلها أو بعدها، لأن الإنسان عرضة للنقص في صلاته، فالنوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. وهناك نوافل تسمى بالرواتب، وهي التي تكون مع الفرائض. ابن عمر رضي الله عنه ذكر أقل عدد للرواتب، أي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الفجر، هذه 12، هذه 12 ركعة رواتب، هذا أقل عدد. فالظهر لها راتبتان، واحدة قبلها وواحدة بعدها، وأما العصر فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن إذا صلى قبلها من النوافل لا بأس. طيب، ورد أنه يصلي قبلها أربعا، لكن ليست من الرواتب وإنما هي من النفل المطلق، والمغرب بعدها والعشاء بعدها، وأما الفجر فتكون راتبتها
قبلها. هذا أقل عدد للرواتب، 12 ركعة، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، وركعتان بعد صلاة الجمعة. هذا أقل الراتبة، يعني الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها، وأقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات كما في الحديث الآخر، 4 ركعات بسلامين. أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان، أكثرها 4 ركعات بسلامين، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا بعد الجمعة 4. وكان هو صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة يخرج إلى بيته ويصلي ركعتين. ابن عمر ذكر أنه كان يصليها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواتب صليها بحضرة النبي، مع النبي يعني بحضرته، إلا الفجر، فإن هذا الوقت لا يدخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه سأل أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه يصلي قبلها ركعتين قبل الفجر، فرواها عن أخته حفصة رضي الله عنها. أما بقية الرواتب فرواها هو مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الرواتب التي مع الفرائض. والحكمة والله أعلم أن الصلاة الفريضة عرضة للنقص، يعني الكمال هذا صعب، قد يكون من الإنسان نقص في صلاته فيجبرها بهذا النقص، يجبرها بهذه الرواتب. نعم. وفي لفظ: فأما المغرب، هذا أقلها. ووردت روايات أن 4 قبل الظهر و4 بعدها، ويكون المجموع 14 ركعة. نعم، 4 قبلها زاد ركعتين، و4 بعدها زاد ركعتين، يعني زاد 4 ركعات مع 12 يصير المجموع 16، المجموع 16 ركعة، هذا أكثرها. نعم. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. كان يصليها صلى الله عليه وسلم في بيته، المغرب يصليها الراتبة في بيته، والعشاء يصليها في بيته، والجمعة يصليها في بيته، أدل على أنه صلاتها في البيت أفضل، صلاة الراتبة في البيت أفضل، وإن صلاها في المسجد فلا بأس. نعم. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، كما سبق أنه روى راتبة الفجر عن أخته حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدخل عليه في هذا الوقت لأنه وقت راحة وقت. وفيه دليل على أن صلاة أن راتبة الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر، فلو صلاها قبل طلوع الفجر لم تجزي، فلا يصليها إلا بعد طلوع التحقق، بعد التحقق من طلوع الفجر. وفيه من الفوائد أن ركعتي الفجر تخفف، يخففها، قول سجدتين يعني ركعتين، يعبر بالسجدة عن الركعة، وفيه دليل على أنها تخفف راتبة الفجر ولا يطول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها. وراتبة الفجر لها خصائص على غيرها من الرواتب: أولاً أنها تخفف، ثانياً أنها يحافظ عليها في
في السفر وفي الحضر. أما الرواتب الأخرى فكان إذا قصر الصلاة في السفر لا يصلي الرواتب. كان صلى الله عليه وسلم إذا قصر الصلاة في السفر لا يصلي معها راتبة لا قبلها ولا بعدها إلا الفجر، فإنه كان لا يتركها لا سفرا ولا حضرا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، هذا كما ذكرنا أن راتبة الفجر لها خاصية على غيرها من الرواتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحضر، بينما كان يترك الرواتب في السفر. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا يدل على تأكد ركعتي الفجر راتبة الفجر، وأنها خير من الدنيا، جميع الدنيا من أولها إلى آخرها، وما فيها، ما فيها من الأموال وما فيها من كل المرغبات، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا يدل على فضل هاتين الركعتين وتأكد هاتين الركعتين. نعم. باب الأذان. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان من ناحية الصيام والصلاة وسائر الطاعات؟ أما الصلاة وسائر الطاعات ما كان يخص شهر شعبان بشيء، وإنما عمله في شهر شعبان كعمله في سائر الشهور. أما الصيام فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، كان يصوم أكثره عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يستكمله وإنما يصوم أكثره. وأما غير الصيام فليس لشهر شعبان خاصية دون غيره من الشهور. قيام الليل هو في جميع الشهور، ليالي شعبان كلها سواء، خلاف اللي يقولون ليلة النصف من شعبان لها خاصية وأنها هي ليلة القدر، هذا غير صحيح. ليلة القدر في رمضان، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص ليلة النصف من شعبان بشيء، لا بقيام في ليلها ولا يخص نهارها بالصيام، وإنما هي كسائر الليالي. وأما ليلة القدر فإنها في شهر رمضان وليست في شهر شعبان. والليلة المباركة إن أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان كما يقول بعض الجهال أو بعض المخرفين. فليس لليلة النصف من شعبان خاصية ولا ليومه خاصية، وإنما هو كسائر الليالي والأيام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أجر المشي إلى الصلاة يشمل كذلك الرجوع منها؟ نعم، قال بعض العلماء أنه يشمل الرجوع منها، ولكن الحديث الذي سمعنا ليس فيه ما يدل على هذا، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقال في وقتنا الحاضر إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن هذا الثقل يكون باختلاف الزمن وطبيعة كل مجتمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبراً عاماً في جميع الأوقات، ما قال أثقل الصلاة على المنافقين في هذا الوقت، وإنما في جميع الأوقات، صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أثقل الصلاة على المنافقين. نعم. صاحب الفضيلة يقول السائل: هل يكتب له فضل رفع الدرجات وحط الخطيئات
إذا ركب دابة أو سيارة؟ يكتب له أجر المسير والذهاب، لكن الخطوات هذا خاص بالمشي، لكن يكتب له أجر المسير والذهاب إلى المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أجر الجماعة الأولى في المسجد مع الإمام مثل أجر الجماعات الأخرى؟ من فاتتهم الصلاة وجاءوا إلى المسجد وصلوا جماعة لهم الأجر في ذلك، لهم الأجر في ذلك، لأنهم صلوا جماعة في المسجد وفاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام، لهم الأجر إن شاء الله. لكن ما في شك أن التقدم إلى المسجد وانتظار الصلاة وحضور الإقامة مع الإمام والصلاة مع الإمام أفضل، ما في شك هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل صلاة الرجل في سوقه يقصد به كذلك الذين يتسوقون لشراء الأغراض؟ أي نعم، يشملهم هذا، يشملهم هذا، إلا إذا كان هناك مسجد بجوار السوق وذهبوا صلوا في المسجد حازوا على الأجر لأنهم صلوا في المسجد، أما إذا صلوا في السوق في غير مسجد لم يحصلوا على هذا الأجر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان المسجد الذي أصلي فيه له طريقان، هل أذهب إلى الأطول؟ نعم، إذا كان له طريقان، واحد طويل وواحد مختصر، تريد زيادة الأجر تذهب مع الأطول علشان زيادة الخطوات. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن أبي رجل قد كبرت به السن وهو لا يجيد الوضوء، وذلك بأنه لا يغسل يديه إلى المرفقين بل يكتفي بالكفين فقط، وقد نصحته مراراً ولكن لم يستجب لي، فما حكم صلاته وما نصيحتكم له؟ صلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يقبل التعليم ويقبل التوجيه، لا يجوز له يستمر على عادته المخالفة للشرع. عليك أن تؤكد عليه وتذكره وتخوفه بالله عز وجل لا يموت وهو على هذه الحالة. اللي ما يغسل يديه كاملتين لا يصح وضوءه، ما يكفي غسل الكفين. نعم. إلا إذا كان ما عنده عقل، أما إذا كان ما هو عقله فلا يجوز له هذا الاستمرار على هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المرأة مثل الرجل في فضيلة صلاة الجماعة والمشي إليها؟ نعم، إذا صلت خرجت محتسبة الأجر وملتزمة لأحكام الشريعة وصلت يحصل لها أجر الجماعة ويحصل لها أجر الخطوات، لكن لا يجب عليها. الفرق بينها وبين الرجل أن الرجل هذا واجب عليه، أما المرأة فلا يجب عليها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نجتمع مع بعض الأقارب في بعض الأيام في مزرعة لدينا ونسمع الأذان حيث يبعد المسجد حوالي 500 متر، ولكن المسجد ليس له مؤذن ولا إمام ولا إمام راتب، ولا تقام فيه صلاة التراويح في رمضان، والسؤال: هل نصلي جماعة في المزرعة؟ لا، ما دام حولكم مسجد تسمعون الأذان ولا بينكم وبينه إلا 500 متر، نصف كيلو، يجب عليكم الإجابة والصلاة في المسجد. نعم. في الفرائض، أما التراويح يجوز تصلونها في المزرعة، إذا كان المسجد ما في أحد تصلونها في المزرعة، أما الفرائض تصلونها في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك رجل يتداوى بالبصل ويتخلف دائما، ما دام انكم اهل المزرعه والمسجد قريب منكم تقولون ما فيه امام ولا مؤذن، احتسبوا رتبوا فيه امام ومؤذن، او اطلبوا من وزاره الاوقاف ترتب له امام ومؤذن. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك رجل يتداوى بالبصل ويتخلف دائما عن الصلوات، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز له يذهب إلى المسجد وفيه رائحة البصل، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي الناس، لكن عليه أنه يطبخ البصل حتى تذهب رائحته، قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان لا بد أكلوهما فاقتلوهما طبخا. أو أنه ما يأكل البصل وقت قرب وقت الصلاة، ما يأكله قرب وقت الصلاة، يأكله في وقت بعيد عن الصلاة، مثل بالليل، مثل بعد صلاة الفجر، حتى يزول قبل وقت الظهر ويزول قبل الفجر، يأكله في وقت بعيد عن وقت الصلاة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم استعمال التحاميل الكبسولات الدوائية لعلاج البواسير في فتحة الشرج أثناء الصيام؟ فأنا شخص أشكو منها، ويأمرني الطبيب أن أستخدم التحاميل في اليوم 3 مرات، وأنا أصوم الاثنين والخميس، فهل يجوز لي أن أستخدمها عن طريق فتحة الشرج وأنا صائم؟ لا، ما يجوز تستعمل التحاميل وأنت صائم، لأن التحاميل هذه تذوب، تروح للمعدة، تختلط بالأمعاء، تمتصها الأمعاء، تسير في الجسم، فلا يجوز استعمال التحاميل للصائم. مسألة صوم التطوع، إذا كنت بحاجة إلى العلاج استعملها ولا تصوم للتطوع، وأما الفرض فلا تستعملها إلا عند الضرورة، وتقضي ذلك اليوم، لأنك مريض بحاجة إلى العلاج، والمريض يجوز له أنه يفطر ويقضي من أيام أخرى. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الضابط الذي نفرق به بين المسجد والمصلى؟ ما هو الضابط الذي نفرق به بين المسجد والمصلى؟ الذي إيش؟ نفرق به بين المسجد والمصلى. المسجد المبني اللي أعد للصلاة بصفة مستمرة ليلاً ونهاراً، هذا المسجد. أما المصلى هذا ما يصلى فيه وقت الحاجة فقط، ولم يبنى مسجداً، وإنما هو مساحة أو غرفة أو صالة أو ممر يصلى فيه وقت الحاجة، هذا هو المصلى. نعم. ويقول: وهل يشترط في المسجد أن تكون أرضه وقفاً؟ فإذا كان الأمر كذلك، هل يشترط في المسجد نعم أن تكون أرضه وقف؟ لابد من، لا يكون مسجد إلا إذا كانت أرضه وقفا، أما إذا كانت أرضه غير وقف هذا يصير مسجد مؤقت فقط، مؤقت ليس مسجدا مستمرا، أو أحرى ما نقول أنه مصلى وليس مسجدا، لابد أن تكون أرضية المسجد موقوفة. نعم. يقول: فإذا كان الأمر كذلك، فما حكم الأماكن التي تعطيها الدولة الكافرة للمسلمين الذين يقيمون في بلدها لجعلها مكاناً يصلون فيه الجماعة والجمعة؟ لا بأس بذلك، إذا أعانكم الكفار على عبادتكم وعلى دينكم فلا بأس بقبول ذلك، إذا بنوا لكم مسجد أو أعطوكم أرض تبنون عليها مسجد فلا بأس بقبول هذا، لأن هذا مما يعينكم على عبادة الله وعلى طاعة الله. ما لم تكن الأرض مغصوبة، أو تكون الأرض من كسب حرام، مشترات من كسب حرام أو من مال حرام، ما دامت إنها أصلها مباحة ولو كانت من الكفار لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا صاحب بقالة، وهل يجب علي جرد البقالة وإخراج زكاتها، علماً أن أكثر ما في البقالة لم يمضي عليها الحول، حيث أني سمعت أحد طلبة العلم يقول بذلك وأريد التأكد؟
الذي في البقالة من معروضات للبيع، هذه سلع تسمى عروض، عروض تجارة. والعبرة ليس بمرور الحول عليها، العبرة بمرور الحول على رأس المال الذي تبيع به وتشتري. فإذا تم الحول على رأس المال فإنك تجرد ما في البقالة من المعروضات للبيع وتثمنها وتجمل قيمتها وتخرج الزكاة إذا تم الحول على رأس المال لا على العروض أو السلع التي فيه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سافرت إلى مكة أو إلى المدينة أقل من أربعة أيام، فهل الأفضل أن أترك الرواتب عدا راتبة الفجر أم أستغل شرف المكان وأصلي فيها؟ الذي يظهر لي أنك إذا صليت مع الجماعة وأكملت الصلاة تصلي الرواتب، إنما إذا قصرت الصلاة إلى ركعتين فلا تصلي الراتبة، أما إذا صليتها تماماً 4 ركعات تصلي الراتبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة مرتان؟ لا يجوز هذا، قراءة الفاتحة ركن، والركن لا يكرر، الركن لا يكرر، لا يجوز تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة، لأنك تكرر ركنا من أركان الصلاة ولا يجوز هذا. نعم. لكن لو أنك غلطت في الفاتحة أو سقط منك آية أو أنك أسقطت حرفا من حروف الآية تعيد الآية التي وقع الخلل فيها، تعيد الآية التي وقع فيها الخلل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل ظاهره الاستقامة، رجل ظاهره الاستقامة، نعم، يفتي العوام بجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر وبدون عذر، أي بدون خوف أو مرض أو سفر أو مطر، ويعمل بهذه الفتوى هو ومجموعة من العوام في بلدة، فما الحكم في بلده، فما الحكم في ذلك؟ هذا يحتمل أمرين، إما أنه جاهل والجاهل لا يؤخذ كلامه، وإما أنه مضلل. لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في الأعذار الشرعية، سفر أو مرض أو مطر، أو مطر، 3 أعذار: سفر يبيح القصر، أو مرض، أو مطر يبل الثياب ويؤذي الناس. يجوز لهم الجمع في هذه الأحوال 3، أما الجمع من غير هذه الأعذار فهو باطل بإجماع أهل العلم، ولا قال بهذا إلا الشواذ الذين لا يؤخذ بكلامهم ولا عبرة بقولهم. نعم. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل الصلاة لوقتها. فلا يجوز الإخلال بالمواقيت إلا في الأعذار 3: المرض أو السفر أو المطر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نقل لي أحد الأشخاص، نعم، يقول: نقل لي أحد الأشخاص، نعم، أن رأيكم في من دخل والإمام يقرأ في الصلاة أنه لا يقرأ الفاتحة، ونقل لي شخص آخر أنه سألكم عن نفس السؤال فقال إنكم أجبتم أنه إذا دخل والإمام راكع يكبر للإحرام ويركع وتجزئه، فنرجو التبيين في ذلك. نعم، هذا كله صحيح في المسألتين. المسألة الأولى: إذا كان الإمام يقرأ فلا تقرأ، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فتنصت لقراءة الإمام. وإذا لم تتمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإن تكفي قراءة الإمام. الحالة الثانية: إذا جئت والإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم تنحني راكعا وتكبر للركوع، وتسقط عن قراءة الفاتحة في هذه الحالة،
لأنها فات محلها. وأبو بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع دخل معه في الركوع ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.